اللهم يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا كاشف المهمات، يا دافع البليات، يا شافي الأمراض، يا الأعداء، اللهم يا جليس الذاكرين يا رب، يا أنيس العابدين، اللهم اجعلنا في قرب دائم 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 إلى جنابك الكريم. إلهي يا إلهي، إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، يا رب يا رب. وإذا رضيت فكل شيء هين، وإذا رضيت يا رب، إذا رضيت فكل شيء هين، وإذا حصلت فكل شيء حاصل. جل جلاله متفضل أبدا يا رب، متفضل أبدا، وأنت لجوده بقبائح العصيان منك تقابل. تعصي تعصي تعصيه وهو يسوق نحوك دائما ما لا تكون لبعضه تستاهل. وإذا دجى ليل الخطوب، وإذا دجى ليل الخطوب، وأظلمت سبل الخلاص، وخاب خاب فيها الآمل، وأيست من وجه النجاة فما لها سبب،
ولا يدنو لها متناول يأتيك من ألطاف الفرج الذي لم تحتسب وأنت عنه غافل. الله. يا فارج الكرب العظام يا رب لطفا لطفا يا رب لطفا لطفا يا رب يا لطيف يا عليم يا خبير لطفا بنا يا رب يأتيك من ألطافه الفرج الذي لم تحتسب وأنت عنه غافل جد بلطف يا إلهي من له زاد قليل مفلس بالصدق ياتي عند بابك يا جليل جد بلطف يا إلهي من له زاد قليل مفلس بالصدق ياتي عند بابك يا جليل ذنبه ذنب عظيم فاغفري الذنب العظيم إنه شخص غريب مفلس عبد ذليل ذنبه ذنب عظيم فاغفري الذنب العظيم إنه شخص غريب مفلس عبد ذليل جد بلطف يا إلهي من له زاد قليل مفلس بالصدق ياتي عند بابك يا جليل كيف حالي يا إلهي ليس لي خير الأعمال سوء أعمالي كثير زاد طاعتي قليل كيف حالي يا إلهي ليس لي خير الأعمال سوء أعمالي كثير زاد طاعتي قليل جد بلطف يا إلهي من له زاد قليل مفلس بالصدق ياتي عند بابك يا رب عند بابك يا جليل الصلاة.
والسلام عليك صلى الله عليه وسلم. عليك يا سيدي يا رسول الله يا حبيب الله مشتاقون لك يا سيدي صلى الله عليه وسلم. من الأشواق أجريت المآقي ولا يرضى بفك أو عتاق وروحي من خلجات روحي فإني لم أذوق برد التلاقي سأبعث مع نسيم الصبر همسي يحييني لقاء بالعناق ويعلم أنني ما ذقت أنسا سواه ما ذقت أنسا سواه ما ذقت أنسا سواه وبعده بعده زاد احتراقي تراب الوصل أنعم بعد هجري لعل الحب يعلم ما ألاقي حنانك يا رسول الله صلني حنانك يا حبيب الله صلني صلني يقطعها حنيني واشتياقي وقلبي في الهوى أضحى أسيرا ولبي ذاب من حر الفراق صبرت نفسي على اشتياقي فاستبدل القلب ذا بساقي مشى إليكم بغير إذني عساه منكم رضا يلاقي وقد ذكرتك في الليالي والبدر طاغ على الجمال فقلت بدر سماك طه فرد حاشا لدى مقالي الشوق يغشي على وضوحي تزيد عمقا به جروحي لكن إذا لم أزور بنفسي فإنني زرتكم بروحي اللهم صلِّ
على الحبيب محمد يا ربي صلي علي وسلم الشوق يغشي على وضوحي تزيد عمقا به جروحي لكن إذا لم أزور بنفسي فإنني زرتكم بروحي اللهم صلي على الحبيب محمد يا ربي صلي عليه.